فإن نبينا صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به مر على أبينا إبراهيم عليه السلام فقال: يا محمد، يا محمد، مر أمتك أن يكثروا من غراس الجنة. قال: وما غراس الجنة؟ قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. رواه أحمد وابن حبان. فعجباً لمن يقنط وعنده لا حول ولا قوة إلا بالله، وعجباً لمن يقلق وعنده لا حول ولا قوة إلا بالله، وعجباً لمن استثقل شيئاً أو استبطأه وعنده لا حول ولا قوة إلا بالله. ألا والله وبالله وتالله إن ذلكم لهو التفريط بقضه وقضيضه. ثم اعلموا يا رعاكم الله أن ثمة أقواماً يخطئون مع هذه الكلمة العظيمة خطأين بيِّنين. أولهما أنهم يجعلون هذه الكلمة تقال في المصائب والمحن التي ينبغي أن يقال فيها إنا لله وإنا إليه راجعون، وهذا خلاف ما دلت عليه النصوص من موضع إيرادها. فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وذلك أن هذه الكلمة أي لا حول ولا قوة إلا بالله هي كلمة استعانة لا كلمة استرجاع، وكثير من الناس يقولها عند المصائب بمنزلة الاسترجاع ويقولها جزعًا لا صبرًا، انتهى كلامه. وأما الخطأ الآخر عباد الله فهو إهمال بعضهم وتساهلهم في نطقها إما جهلًا أو كسلًا فيقولون لا حول الله، وفي هذا إخلال كما لا يخفى حيث لا تحمل إلا معنى النفي وحسب، وهذا خطأ ظاهر، فالكلمة نفي وإثبات. ثبتنا الله وإياكم على طاعته وأعاننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. ولا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، عليه توكلنا وإليه المصير.